يا شطر الحبايب ودينا على الضايق. يا شطر الحبايب ودي عماشه. ايه ده؟ حد بينادي؟ انت؟ لا. يا شطر الحبايب عماشه في غير يا سي محروس؟ غير في ايه؟ تعال هنا لما اخذ يا سي محروس. انت اللي يجيك جاروس طيف وبتموغه. مش قلتك يا دور الحوال؟ حوال؟ انا حوال دي اللي في البحيره القبليه. بحيره مبرح دلوقتي. ها يا سي محروس الحق. يا سي محروس يا سي محروس الحق. يا سي محروس ما فيش ماء في الفحيره. الواد فاروز ولد ابو سته عايز يجي من الفحيره. كيف يعني؟ هو اللي قطع الماء عننا وحولها على غيث. ولد ابو سته مش هيجيبوها البر معانا ابدا. وفيه وقعني هناك. ها ايه يا فريد؟ واخد البحيره مني ليه؟ انا ما خدتش الحير من حد. امال البحيره تجيب ليه من واخدها؟ هنسقي الغيط. ايه بلاش ولا ايه؟ مش معنى النهارده وانت عارف زين انها هنسقي النهارده. طلعت على الغيط عشيه لقيته عايز ميه. ايه يا موت الزرع عشان اكل ايه؟ يا سلام هتفوز على فين انت الثاني؟ لا مؤاخذه يا سي محروس. يا سلام يعني الزرع لو ما اتزبتش النهارده هتموت عشيبه يا اولاد والله. اقول لك ايه يا فريد؟ بطل مطورك دلوقتي. بعد ما تخلص يبقى دور براحتك. انا خلاص فاضل لي حضين. ليه يعني؟ ياك هتحوطني بالبرجاء اخوك. اللهم طولك يا روح. وين اللي جاب سيره البرجاء دلوقتي؟ ما انت عميل يا اخويا ولا حتى الخط. لم روحك في الحديث وتكلم زين يا فريق. انا قد حديثي واللي عندك اعمله انت وعيلتك كلها. طب انا باقي واحد بس من العيله واوريك انا اعمل ايه يا فريق. لما وريت ميراني وست ما بقاش انا محروس. فين محروس؟ فريد. فريد وانت وست جت عليا البحيره النهارده في الغير. ديدي لحد فوق يقول لي اعمل اللي انت عايش انت وعيلتك. فريد قريب ايه؟ قريب فريد العبد ضد العبد. لكن مع مين؟ راح بتم من قبلك. حد راح بتم؟ حد راح فيها يعني؟ نخلي الثلاث لها شوي. فين الطبنجه؟ انا شو الطبنجه ليه يا محروس؟ ابوي يعني انت ما سمعتش الحزن يا ابوي؟ رد عليا يا ولدي. يا ابوي عايز الطبنجه ليه؟ يا ابوي انت ما شفتوش كان هيتكلم معايا ازاي؟ يا اخي هتقتله ولما تقتله يا اخي ولاد ابو سته هيسقطوا. يا اما هيقتلوك يا اما هتهجم من بلدك. يا ابوي ايه يا محروس مالك؟ كلام ابوك ما ردتش عليك ولا ايه؟ يا ابوي ادخل على جوزك يا بنت عجلين. حاضر حاضر يا مجرد. يا عماشة انت يا واد يا عماشة. يا مجد جاي. ها الضاج ايه اللي عمل فيك كده؟ يا حد مد رد عليك في العركة؟ ايه ده انا فشفشت عظمه. ايوه ما هو باين. المهم تروح لابو داوود في البيت وتقول له المقدس دكتور هيجيلك دلو. ماشي يا مجد رايح دلوقتي. يلا هم بسرعة. يا محروم يا محروم. ايوه راضية تعالي. قوم يا اخويا خد عني. اصيلة يا بنت الناس. الواحد مات من الجوع. يعني يا اخويا ما قلتليش ان حسن امبارح في قعدة الرجال؟ يا بنت ما انا جيت امبارح ولقيتك نايمة زي القتيل. طب حق ابو داوود عمدي في البلد عمل حق على ابو ستة وعياله وقوم ايه خلى الواد فريد حب على راسي قدام القعدة كلها. يا سلام وانت قد ايه خدت حقك يا صبعي؟ سممت اللقمة يا حزينة؟ ما انا عارف. ايه لازمة الحديث الماسخ ده؟ ايوه يا اخوي حديث انا اللي ماسك والكلام اللي هتحكي فيه دي هو الكلام الزي. تقصد ايه بالحديث ده؟ قصدي ان عيال ابو ستة الدهر يركبوني. يركبوني؟ ايه يعني؟ بقى يقول لك ايه انت وعيلتك وبعدين يحب على دماغك قدام الناس يا فرحتي.
ما تجيبي من الاخر وقولي انت عايزه تقولي ايه بالحديد ده. انا يا اخويا لا هقول ولا هعيد، انت حر تعرف صال. اللهم يطولك يا روح. وما عذرتني من الاول. ماني عارفه ان حديدي ما عجيبش نتيجه معاك، يبقى اسكت احسن. ايوه انت احسن، ده انت حديدك ماسك. انا جاي ما اشوف ورايا في البيت. روحي خدي الوكل معاك. سممتيها راضيه؟ ايه يا مخلوق، تحسك عيني في يوم من الايام تتصور اني ممكن اكسر كلام ابوي ده بعدك. حاضر. ما دريتيش بيقولوا كان في عركه كبرت قوي في نزع تومه. انت بتقولي ايه؟ ما تخافيش حبيب القلب، ما كانش فيه. امال مع مين؟ مع محروسه اخو برزاوي، ظهرت مع فريد وده ابو ستي. يا مصيبتي ليه؟ فريد خدت في حيره من محروس، ولما محروس راح يكلمه فريد قال له اعمل اللي ما بدلك انت وعيلتك وتعرفوا مع بعض. يا نهار اسود. وبعدين يا بنت بجد الدكتور راح للعمده ملون وقعدوا الرجاله كلهم مستعفوا وفريد جاء محب على دماغ محروس. يا نهار اسود من قرن الخروب. ايه فيه؟ بقول لك اتصاحب. لكن انت فاكره ان البرجاوي لما هيعرف هيسكت؟ كان هيعمل ايه؟ ده مش بعيد يكتب فريد. استنى يكتب واحنا معاه. اشربي اشربي انت فوق كده.